أما صوت المرأة فليس بعورة. قد كان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس بعورة. إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها بالقول وتغنجها في القول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة، هذا هو الذي ينهى عنه.